يسأل سائل عن صيام رجب، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر رجب أم لا؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر رجب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لم أقف على خبر ثابت في ذلك، لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص شهر رجب بمزيد من الصيام، لكن قال أهل العلم بأن الشخص يكثر من الصيام في رجب لأمور، منها أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يستحب فيها الإكثار من الطاعات، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنة ضعف يسير، سئل عن صيامه في شعبان فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل على أنهم كانوا لا يغفلون في رجب. قال حديث آخر في سنده مقال يسير، وهو حديث صم من الحرم وأفطر، والله أعلم. فيرى الجمهور استحباب الإكثار من الصيام في رجب، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقف على خبر ثابت في الباب، والله أعلم.